من جديد أهلا وسهلا كل الناس اللي بتتابعنا. في فقرة أشرنا لها سابقا وتحدثنا عن أهمية المكتبات المدرسية، طبعا بجانب الكتب الصفية والأنشطة الصفية، دائما ما نؤكد على أهمية النشاط اللاصفي أيضا وأهمية المكتبات المدرسية. هي فكرة قديمة، ما فكرة جديدة، لكنها فكرة مهملة. يعني الناس مشت بعيد من الاهتمام من جديد بالقراءة، وحتى التلاميذ على أهمية الاطلاع عموما. حاطب ليل مجموعة في الواتساب بتضم عدد كبير من الأعضاء. حاطب ليل هو طبعا يعني عمود لبروفيسور عبد اللطيف البوني، أستاذنا الكبير واللي كان موجود عندنا في قناة النيل الأزرق في سبت أخضر، من منا لا يعرف ذاك البرنامج المهم، بالإضافة لعموده المهم للقارئ. فهو مجموعة برضو في الواتساب بتضم عدد كبير من الأعضاء بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية طبعا والثقافية المختلفة. يوصف بأنه سودان مصغر، يعني وأجمل ما فيه أنه منبر للنقاش الحر اللي بينتج أفكار خصبة تنمو برعاية عضويته ليستفيد منها الشعب. ومثالا لا حصرا طبعا أطلق أعضاء المجموعة يعني مبادرة أو فكرة لإحياء المكتبة المدرسية بمدارس السودان المختلفة. وجدت الفكرة طبعا إجماع واستحسان من قبل يعني الأعضاء بالمجموعة، وقاموا أو شرعوا في تنفيذه. وبروفيسور عبد اللطيف البوني يعتبر راعي المبادرة اللي تم تدشينها بالأمس بمدرسة سراج عطا المنان بأركويت، بعدد 5000 كتاب بيتم توزيع على 15 مدرسة بولايات السودان المختلفة. نحن للمزيد عن موضوع هذا المبادرة وأهمية هذه المبادرة وأهمية المكتبات المدرسية معنا بروفيسور عبد اللطيف البوني. يسعد صباحك بالخير يا بروف. أسعد الله صباحك أستاذ ريان والشباب اللي معك، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا للفرصة الطيبة دي. كل التحايا لك والله، والشباب كمان بيحيوك وانا مشتاق لهم والله حقيقه. يعني نقول قريبا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اول حاجه بنبارك طبعا تدشين المجموعه لهذه الفكره، وانت طبعا راعي الموضوع، وبنحث دائما الناس عموما والمعلمين والمدرسين والجهات المختصه باهميه المكتبات المدرسيه وحتى التلاميذ على الاطلاع والقراءة. نتكلم عن المجموعة وكيف تم تدشين المبادرة بالأمس. نعم والله المجموعة زي ما تفضلت قبل شوية مجموعة يعني طيبة من الناس، أبناء السودان مختلفين في أعمارهم في توجهاتهم السياسية في أفكارهم، لكن انبثقت الفكرة دي من معلمين كمان داخل المجموعة واتبنت المجموعة يعني في الحقيقة بصراحة المجموعة كلها. وقالوا يا اخوانا نحن يعني عشان ما نتكلم في الهواء سايد نبدا نقول او نقدم البيان بالعمل. ايوه. ففرضوا على نفسهم تبرعات شهريه، ولما وصلت مبلغ معين كده هذه التبرعات مشوا المكتبات الموجوده من ضمن دار السودان للكتب واشتروا زي ما تفضلت 5000 كتاب وقرروا توزيعها، والاحتفال بتوزيعها مش لاستعراض عضلات ولا عمليه بتاع الشغل، عشان يعكس الفكرة للمجتمع العريض. هي فكرة طبعا أساسا مجتمعية، والواجب ده كان بتكون به زمان وزارة التربية أو الدولة، لكن لظروف كثيرة نحن ما قدرنا نخط فيها الساعة. بقى نشاط موفمنت هو والجمعية الأدبية والحاجات الجميلة دي. هي فكرة قديمة أنتوا نشأتوا عليها. لا أيوة المجموعة كلها يعني اجتمعت على أن يستفاد الزمان من القراءة الحرة الموجودة داخل المدرسة. أيوة. وطبعا احنا يا ريان لما نشأنا يعني من ارياف مختلفه، البيوت ما كان فيها ما فيها قرايه ما فيها مكتبات، يعني المدرسه هي تولت هذا الموضوع. الان تقريبا البيوت الان فيها كلها كتب تقريبا، يعني ممكن كمان الناس دي فكره تتبادل الكتب الموجوده داخل البيوت من خلال المدرسه. يعني فكره مجتمعيه بتربط بين المدرسه وبين المجتمع، ومش كده بس، والكلام ابتدى وقالوا ممكن مثلا تتطور لحد ممكن تكون مكتبه الكترونيه، يعني اذا كان الشباب ايوه لقدام ممكن تكون الكترونيه. ايوه ايوه مع فائده الكتاب والورق المغوه عنده فائده برضه في عمليه القراءه، لكن برضه اذا الناس شعر انه لابد من تابات ولا
لابتوبات ولا حاجه تريدين الشباب طبعا يكون قد ما يمتلكوا كل الشباب. ايوه ايوه ما في مانع يعني. فنجحنا نحن اذا الفكره نجحت فانه يتبنوها الناس كلهم، يتبناها المجتمع كله، تتبناها المدارس كلها. يعني اي مدرسه تجتهد يكون عندها استاذ بتاع مكتبه وهو اللي بيجمع الكتب وهو بيوزعها وهو بيخلي الطلاب يتبادلوا دراسه هذه الكتب. فيعني زي ما بيقولوا الناس الدنيويه موت المؤلف. يعني نحن بعد كناس يعني حاولنا اعاده الفكره ما دارين نقول سكورنا ذاته ما جاري ورا الشغلانه دي، لكن دارين ورا انه الناس كلها تتبناها، وده ما بتم الا عن طريق الاعلام. يعني بقراتكم المحترمه دي هل في جهات فعلا دكتور عبد اللطيف حتقوم بتبنيها، مثلا جهات خارجيه ممكن تاخذ بيد هذه المبادره؟ والله يا اخي نعم، نتمنى بنتمنى انه تكون في جهات راعيه كبيره تدعمنا بشراء الكتاب، تدعمنا بتاليف الكتاب، تدعمنا بشراء الايبادات او اللابتوبات او ما يتناسب. لكن نحن يعني ما دارين تكون في كوبانيه معينه ننطلق منها، لا، دارنا تكون متاحه لكل الناس. أيوة. في الدمازين، في بور السودان، في الجنين، في اي مكان. يعني المساله يعني هي سهله جدا، ومعلوماتها موجوده في اي مكان في السودان. في المدرسه موجوده، والمدرس موجود، والكتاب موجود، والثورات موجوده. لكن شنو؟ نحن اللي بعد لو بقى عندنا دور اللي هو يعكس النجاحات اللي بتتم في بعض. نحن متاكدين جدا على انه حيكون في ابداع وحتتطور الفكره دي ويتبنوها ناس افهم مننا واعلم مننا واكثر مننا. ولكن احنا بنحاول نسوقها. خلاص انتوا وضعتوا اللبنه الاساسيه لعوده الموضوع. أيوة. من جديد بعد ده الفكره فكره قوميه يعني منكم انتوا تنطلق لكل ولايات السودان. الله يفتح عليك. هاي احنا حنظل نجري يعني نتابع على الاقل نعكس الاشراقات، نعكس المبادرات اللي حتتم من داخل المبادره ذاتها. يعني احنا امبارح لما عملنا حفله التدشين ده يا ريان، جانا مدير التعليم في المنطقه بتاعت ما بين النيلين اللي هي منطقه بتاعت ركويت، قال يا جماعه انا عندي 50 مدرسه، يعني ممكن جدا الاسبوع الجاي انا اجمع 50 معلم من كل مدرسه واقول له انت مسؤول من المكتبه، ونديهم الكتب الاوليه اللي تبدا بها، او نقول له يا خلي تلاميذك ديل اي واحد يجيب لهم كتاب من بيتهم، بعد ذلك نصنف الكتب حسب المستويات ونعمل لهم دفتر. ويعني يعني يعني قال الفكره دي يعني ممكن تطبيقها بكل سهوله. يعني لا نفي زي الفكره دي قديمه ونحن ما اخترعناها، نحن ما اخترعنا العجله فهي موجوده، لكن زي ما قلت لك هجرت او الناس انشغلت عنها واهملتها لظروف متعلقه بالناس، متعلقه بظروف الدوله، متعلقه بالمجتمع. نحن نشوف القواعد الظاهره تقريبا دي ونحاول نقللها ونحاول نشوف الفرص النجاح ونحاول ندفع لقدام. اكيد والله. فالتطوير حيجي من خلال الناس اللي حيتبنوها. فزي ما قلت لك انا متاكد حتكون في اشياء نحن ذاته الان ما فكرنا فيها حتظهر لنا. والله كل الامنيات. نعم. نعم. كل الأمنيات الطيبة والله بالتوفيق لكم، وكل ما الناس استوعبت الفكرة دي وأدركت أهميتها بيشيلوا منكم عبء ثقيل، عبء متابعتها باستمرار وتبنيها باستمرار. فكل الناس لو بقت مستوعبة الفكرة كل الناس حتشارك فيها وحتساهم في انتشار الفكرة وترتقي بها. بس تكون ايدكم معانا انتوا كإعلام. يعني امبارح الحمد لله يعني المقابلة بتاعتك دي، وامبارح جات الكاميرا بتاعت تيمير الادرك خطت حفله تدشين على اساس انها حتبثوا فيما بعد. فلو لقينا الجهد الاعلامي ده، الشراكه الاعلاميه دي، انا متاكد على انه الفكره بتبقى حقت الناس كلهم، حقت الناس كلهم. يا سلام. احنا بنشكرك والله دكتور عبد اللطيف البوني. شكرا يا بروف، ما قصرت معانا، وبالتوفيق لك وبالتوفيق لاعضاء المبادره والله المميزين، وعقبال مزيد من المبادرات المهمه والمؤثره على مستوى السودان. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. مهم جدا موضوع المكتبات، احث التلاميذ على القراءه زي ما شفنا هسه اتجاه العالم العربي نحو تطوير الطالب وحثه على القراءه في برنامج تحدي القراءه العربي. وبنشوف والله اجتهادات فرديه من الطفلات السودانيات الرائعات ديل، وبيمثلوا بعد ذاك السودان خارجيا وبيحضوا
بمراتب متقدمة وبيفوزوا وكذا، فهي مجرد اجتهادات بحتة منهم، لكن المدارس لو تبنت الحاجة دي وبقت ثقافة للطالب إنه دي في ثقافتها يعني اليومية المدرسية، بيبقى الأمر رائع، بيكونوا الطلاب بعد ذاك متعودين على القراءة، يعني ما فجأة لما يجي مثلا تحدي زي ده الطلاب يحاولوا يركضوا ويقروا ويبقى، لا هو بيكون سلوك وحياة، يعني أسلوب حياة بالنسبة للطالب إنه يقرأ بجانب الكتب الصفية طبعا. نحن أمنياتنا بالتوفيق لهم من جديد، حنتواصل معكم في ساعات قادمة بإذن الله.